اليوم بالنسبة عندنا القطع الناقص راح ناخذ الحلقة الأولى هي شرح القوانين القطع الناقص بالإضافة ذلك إلى مثال وزاري ومهم جدا. هنا من ضمن الخطوة المخطوطية عندنا القطع الناقص. هنا عندنا 9 قوانين مهمة. بعض الطلاب يضوج من حب القوانين، لكن إذا لاحظ هاي القوانين هن الأساسيات بالقطع الناقص ضمن الثلاثة الأولى. يعني الطالب قبل لا يجي ينتبه هنا 3 قوانين رئيسية، يا أما يأخذ القانون الأول إذا كان على محور السينات، أو يأخذ القانون الثاني إذا كان على محور الصادات، ويأخذ القانون رقم 3. شلون هسه يعرف؟ هسه يقول الأستاذ شلون نعرف القوانين بالنسبة إلي على محور السينات أو على محور الصادات؟ هنا دائما أنبهك على معلومة، المقام الكبير يعين موقع البؤرتان والرأسان، يعني البؤرتان والرأسان على نفس الموقع تلقاها لو سينات أو صادات. هذا وين تلقاه؟ على محور السينات. من المقام الكبير تباوع هنا الـ A أم الـ B تربيع؟ أيهما؟ فإذا هذا يعين لك على موقع، إذا كان X تربيع على أي تربيع؟ إذا هذا محور السينات، إذا المقام كبير هنا موجود مثلا عندك 20 وهنا مثلا عندك 7، إذا من الكبير عندك 20 على محور السينات. والمقام الصغير يعين على موقع القطبان، دائما المقام الصغير إما ناخذه طبعا القطبان على محور صادات، دائما النقطة مالته راح تكون على محور الصادات. بينما هسه نلاحظ القانون الثاني يقول X تربيع على B تربيع زائد Y تربيع على A تربيع يساوي لنا 1، هاي المعادلة. يقول المقام الكبير يعين على موقع البؤرتان والرأسان، إذا من وين نعينه؟ على البؤرتان والرأسان. وين راح يكون؟ على محور الصادات. إذا تلاحظ هنا راح يكون على محور الصادات. المقام الصغير وين يعين؟ على القطبان، إذا ناخذه على محور السينات. وراء بعد ما حددنا ذني القوانين المهمة الثلاثة الأولى، نجي طول المحور الكبير حافظينه نضرب 2 في أي، يعني إحنا راح نطلع قيمة أي. كذلك القانون اللي بعده المحور الصغير راح نقول 2 في بي، والمسافة بين البورتين هي 2 في سي. وراء الاختلاف المركزي دائما اللي يساوي لنا سي على أي أصغر من 1 أو أقل من 1، دائما القيمة تكون أقل من 1 أو 0.6 أو 0.7 أو 0.8 وإلى آخره. النقطة الأخ مساحة القطع الناقص، الأي معلومة، البي معلومة، في الباي. الباي بعض الطلاب ايش يعتبره؟ يعتبره 3.14. الباي هنا 180 درجة، خلي بالك 180 درجة مو نسبة ثابتة. الباي هنا بالرياضيات 180 درجة. محيط القطع الناقص يقول بي هو يمثل المحيط يساوي 2 في باي تحت الجذر اي تربيع زائد بي تربيع كلها على 2. هاي القوانين راح نوثقها ببعض الامثله. هنا أنا بعض الطلاب يقول استاذ ما فهمنا من يمك بعض القوانين، نريد نشوفها تطبيقيا من الناحيه العمليه على الامثله. شوف هذا المثال الوزاري. هنا أنا منطيني قطع ناقص معادلته، اذا اعطاك المعادله هي x تربيع على 25 زائد y تربيع على 16 يساوي لنا طبعا 1. جد احداثيات الرأسين، اذا هذا اول ما يريد رأسي وبؤرتي وقطبي، اذا طلب من عندك رأسي وبؤرتي وقطبي وطول كل من محورين، اذا طلب المحور الكبير والمحور الصغير، المسافة بين البؤرتين، اذا طلب المسافة من عندك هنا، كذلك مقدار الاختلاف المركزي، ثم استخرج المساحة والمحيط، يعني طلب كل القوانين المنطقية من اول نقطة لاخر نقطة. إذا ننتبه على القوانين اللي يعطينا هدانا بالأسئلة مهمة جدا. ما تطلب آخر قانون المحيط يعني يريد يطبق كل القوانين الموجودة لأمامك باستثناء النقطة رقم 2 طبعا أو النقطة رقم 1 لو سينات لو صادات. هنا أول خطوة تبدأ بها بالحل كطالب تنزل المعادلة. عشان ننزل المعادلة حتى أعلمك شلون. نزلت المعادلة عندك بالسؤال. أجي أباوع المقام. ايش قلنا؟ من المقام الكبير يعين موقع البؤرتان والرأسان على محور السينات، خلينا نشوف يا هو المقام الكبير. X تربيع على 25، Y تربيع على 16، من الكبير؟ إذا هذا عندنا كبير المقام مالتك. إذا هذا وين راح يعين البؤرتان والرأسان؟ على محور السينات، إذا يا قانون راح استخدم لك
قانون السينات واضح. اذا هنا راح نجي اول خطوه نقول له اكس تربيع القانون تكتبه اي تربيع زائدا واي تربيع على بي تربيع يساوي لنا واحد. اول بدايه كتبنا القانون. شوف هسه بالمقارنه بين المعادله وبين القانون تلاحظ هنا الاكس تربيع دائما المعامل مالته ما يريد يمه اي معامل، يعني لا اثنين لا ثلاثه لا اربعه، اي معامل يكون دائما الاكس تربيع وحده موجود. نجي المن الخطوه اللي بعدها باوع هنا اي تربيع ايش قد قيمته؟ راح تجي تقول اي تربيع يساوي لنا 25. ليش؟ لان هاي قيمه ال 25 بالمقامل هي اي تربيع. دائما من تلقى كلمه اي تربيع تقول بجذر الطرفين. من تبدا بجذر الطرفين كل المعادله راح تبدا على الجذر. اذا من نقول بالجذر تلاحظ هنا اي يساوي لنا موجب سالب 5. ليش موجب سالب 5؟ لان عندك تربيع ودائما التربيع تاخذ اشارتين الموجب والسالبيه اللي استفاد منها بالنقاط. بعد ذلك اجي للبي تربيع. باوع البي تربيع ايش قد قيمته موجوده قدامك؟ طبعا 16. ليش؟ لان الواي تربيع هنا وحده ايضا ما يمه اي معامل. فاذا راح ايش اسوي هنا؟ اخذ بي تربيع شو تساوي لنا؟ 16. اذا بي تربيع تساوي لنا 16. كلش بسيطه. اهم نقطتين هذن الاساس من تجي تحل الاسئله. راح تقول ايضا بجذر الطرفين راح نقول له بي يساوي لنا موجب سالب 4. تلاحظ هاي النقطه اي بي اي تربيع وبي تربيع هي مهمه بالحل مالنا. نجي المن للنقطه رقم 3 من القانون. تلاحظ لو لا كل السهل هاي النقطه هي الاساس المفتاح، هي راح تفتح لنا كل الحل الموجود. اي تربيع مجهوله، بي تربيع مجهوله، سي تربيع، نطلع بهذا القانون الموجود امامك. اذا راح نقول له اي تربيع ناقص البي تربيع. هسه السي تربيع شو يساوي لنا؟ الاي تربيع منتج على قيمه اي، دا اقول لك اي تربيع يعني 25 هي مربعه من مكانها، والبي تربيع ناقص 16. تلاحظ هنا اذا السي تربيع شو يساوي لنا؟ طبعا 9 هم راح نقول له بجذر الطرفين. شوف من بدينا بكلمه جذر، اذا بجذر الطرفين راح تجي تقول سي يساوي لنا موجب سالب طبعا 3. هسه انا اهم نقاط اساسيات بالحل مالتك ذني الثلاث نقاط الرئيسيه 1 2 3. الطالب اذا عرف يحل ذني الثلاث نقاط الرئيسيه البقيه كلها محلوله قدامك، يعني بس تجي تصفط قوانين لا اكثر ولا اقل. نجي وراء طالب منك طول المحور الكبير. شوف شو يساوي نمو 2 اي راح اراويك هذا الثنين القانون. في الاي مالتك وين؟ طبعا دائما تاخذ الموجب 5. اذا راح يساوي لنا 10 وحدات. تجي بعد ذلك طول المحور الصغير اذا يساوي لنا 100 بي، راح نقول 2 في البي قدامك هي 4 موجوده باوع لولا، اذا 8 وحدات. المسافه شوف بين البورتين كل السهل طبعا سؤال صح. شوف تقول قوانين هواي لكن هن اساس القوانين من البدايه، يعني هذا قانون رقم 1 2 وهذا القانون 3. ثلاث قوانين ضابطه انضبط الحل عندك، ما ضابطه راح تخربط الحل مالتك. المسافه بين البورتين نرمزلها 2 سي، يعني راح نقول 2 السي مالتي ايش قد؟ طبعا 3 ويساوي لنا 6 وحدات. هسه لاحظنا الاساسيات اللي قاعد نشتغل، نكمل الحل مالنا. بعد طلب من عندك المسافه طلعناها، مقدار اختلافه المركزي راح تجي تقول اي يساوي لنا سي على اي اقل من واحد او اصغر من واحد. الاي السي مالتك ايش قد؟ لاحظ هنا هاي 3 والاي مالتنا ايش قد؟ طبعا 5 اقل من واحد. او الطالب يريد يقسمها هم من علمك القسمه هنا هاي 5 وهنا 3 بسط ومقام. 3 كم 5؟ طبعا ما بيها صفر بوينت صارت 30. كم 5؟ بيها 6 في 5 طبعا 30 صفر صفر. اذا ممكن تقول اي يساوي 0.6 اقل من الواحد، طبعا هذا اقل من الواحد.
بعد ذلك يريد مساحة القطع الناقص، إذن راح نقول له مساحة القطع الناقص A يساوينا A P باي، يعني A P P في باي. هنا المساحة عندك راح تكون جاهزة، شوف الـ A جاهز عندك، شوف كل الكلمات البداية جاهزة عندنا، 5 في الـ B جاهزة أيضا عندك، 4 في باي. الباي ماكو داعي راح نجي، بس مجرد نضرب 5 في 4 يعطينا 20 باي. إذن هنا خلصت من المساحة. آخر معلومة هي محيط القطع الناقص، راح هنا نذكره لك، محيط القطع الناقص كل السهل هو P يساوينا 2 باي تحت الجذر أي تربيع زائدا B تربيع كله على 2. شوف هنا P تنزل المحيط، 2 باي ينزل هنا، الطالب وين راح يخطأ؟ انتبه عليه، هنا راح يخطأ بالأي تربيع والأي، هذا التربيع موجود عندي بالسؤال ما أجعله قيمة أي، إذا راح أقول له هنا 25 زائد، شوف إيش عنده 25 زائد، إذا تلاحظ هنا 16، إذا 16 كله على إيش قد؟ على 2، راح نقول له هنا يطلع عندي بالحل، أكمله إلك 2 باي ينزل أيضا، وهنا الجذر أيضا ينزل 25 زائد 16 طبعا 41 على يمن على 2، انقل الباي للطرف الآخر بكل سهولة، راح شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 2 تحت الجذر 41 على 2 باي وهو المطلوب. هذا بالنسبة لنا الطالب اللي يريد يتعلم شلون نحل الأمثلة والتمارين القطع الناقص، وإن شاء الله نلتقي وياكم بالحلقة الثانية من القطع الناقص.